السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما بأكمل صحة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد عن شركة دي إكس إن اللي بغيت نقول للناس اللي في بروكسل بأن راه تحل فرع جديد في بروكسل، يعني قربوها لينا ما شاء الله. وبكثرة أنني سمعت يعني بزاف الناس كيدويو على هاد المنتوجات وعلى هاد المكملات الغذائية ديال هاد الشركة، فحتى أنا قلت علاش لا نمشي نجرب ونشوف على الله، نجرب مواد طبيعية ما غاديش نخاف منها، إلا ما كانتش غادي تفيد ما غاديش تضر بطبيعة الحال. فهاد المشتريات اللي شريت بغيت نشاركها معاكم. خديت هاد الكافي هادي 3 إن 1، حتى هي مكونة من مستخلص الفطر الريشي اللي كيسميوه ملك الأعشاب. سبحان الله، يعني كيمشي للخلايا اللي ميتة وكيعود يحييها من جديد، سبحان الخالق. يعني جاء من الطبيعة وكيعالج بزاف ديال الأمراض، سبحان الله العظيم. وخديت هاد سبيرلينا بودر، كاين بودر وكاين جيلول، ما لقيتش، لقيت ستوك ما شاء الله كل شيء مشى، حلو يعني هاد الويكند كل شيء مشى لهم ما شاء الله. خديت غير النص اللي بغيت ديال المشتريات والنص الاخرين حتى السيمانه الجايه ان شاء الله نمشي ناخذها. وخديت هاد الصابونه هادي، نصحوني الناس بها قالوا لك غزاله زوينه، مكونه من زيت النخيل، كتصفي البشره وكتعطي واحد النضاره للبشره. وصافي، هنايا بغيت نديكم معايا باش نشوفوا المحل، ومن بعد غادي تجي واحد الاخصائيه اللي في هذا المحل هذا غادي تعطيكم بزاف ديال المعلومات ما شاء الله. يعني فاش مشيت لقيت بزاف ديال الناس، اما في الويكند راه كانوا كان واحد الصف يعني كبير بزاف، هادشي اللي عاودوا لي الناس. ما شاء الله، انا مشيت لقيت ستوك ساله، ما بقى فيه حتى شي حاجه، يعني قليل داكشي قليل اللي بقى. صافي، حتى نعاود رجعي ان شاء الله الاسبوع القادم باش ناخذ الحوايج الاخرين اللي بغيت، لان يعني كل شيء المنتجات كل شيء غزالين بزاف، لا الكبار ولا الصغار. هذا الشيء باش عجبني بزاف بزاف هذا المحل هذا. ونخليكم مع الاخصائيه وفرجه ممتعه. السلام عليكم، اسم ديالي حنان، ان شاء الله بغيت نعرفكم بهذه الشركه ديال دي اكس ان. كانت في أونفيرس ولكن الحمد لله دابا انتقلت لبروكسل. دونك حنا باش معروفين، شركه ديال دي اكس ان معروفه بالمكملات الغذائيه الطبيعيه اللي كامله متكونه من الفطر الريشي الجانوديرما، واللي هو الفطر الريشي اللي كيقولوا من الريشي. دونك عندنا القهوه كومبليمون اليمونتير، سبيرولينا، الفطر الريشي، عرق الاسد، البورياس، الحبه السوداء، عندنا المورينزي، عندنا جميع المكملات الغذائيه الطبيعيه. يعني كنصحكم تعطيوها لوليداتكم، كوكوزي، القهوه، كلشي ما شاء الله. وشركة هاد الباش معروفة هي هاد المنتجات كاملين تجي من ماليزيا، واللي فيها مزيان هو عليها طابع حلال 100%، مكملات طبيعية. اللي بغا شي حاجة يتواصل مع الأخت فوزية، هي تقدمت من عندنا اليوم إن شاء الله، غادي تجاوب على نفسها. تقدمت من عندهم اليوم ما شاء الله، عندهم ما شاء الله، الناس اللي كاينين متواجدين معنا، إقبال كبير كبير كبير. دونك اللي بغات شي حاجة تواصل مع الأخت فوزية، تخلي لكم الهاتف ديالها إن شاء الله معنا، والكوموند غيكون ان شاء الله تاولين فيما كنتم مرحبا بكم عندنا ان شاء الله. شكرا لك بزاف بزاف على هذه المعلومات. لا، مرحبا بزاف.